أكد صاحب أسمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر أن لمملكة البحرين رصيد كبير من العمل الخيري، والشكر موصول للجمعيات الخيرية والقائمين عليها الذين نذروا أنفسهم لخدمة العمل الخيري والإنساني والمحسنين في هذا المجتمع المترابط الذين يجسدون بعملهم معاني التآزر والتكاتف التي نص عليها ديننا الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب وسعادة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعددا من كبار المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إنني أعتز بعلاقتي مع شعبنا الكريم، فأشعر دائما بقربي منه وبقربه مني، وقد كان ذلك جليا في المشاعر الصادقة التي لمستها من خلال التهنئة بنجاح الفحوصات الطبية، سواء من خلال ما نشر في وسائل الإعلام أو البرقيات المهنئة أو ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي، فأنا ممتن ومقدر لهذه المشاعر ولكلمات المحبة التي تضمنتها والتي تؤكد على حقيقة أننا عائلة بحرينية واحدة مترابطة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهذا ما يجعلني أقدم عملي لخدمة هذا الشعب على راحتي وصحتي. وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن البحرين سباقة وصاحبة ريادة، وأمورنا بفضل قيادة جلالة الملك وعزم الحكومة وإصرارها تسير نحو الأفضل على الرغم من المحاولات الخبيثة من أجل عرقلة هذه المسيرة لخدمة دوافع وإجندات باتت مكشوفة لدى الجميع، فقد أرادوا بزعزعة الأمن والاستقرار إبطاء المسيرة في وطننا، لكن مساعيهم باءت بالفشل بفضل حكمة ملك وإصرار حكومة على أن تبقى البحرين كالعهد بها دائما واحة أمن واستقرار، مشيرا سموه إلى أن سقف طموحنا عال من أجل تقدم بلدنا ونهضته، ونعمل على تلافي أي قصور يحد من هذا الطموح، ونحن آذان صاغية للمواطن في كل شأن وملاحظة. وخلال اللقاء شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تتحد الجهود تجاه كل ما يسهم في استمرار مسيرة تنمية مملكة البحرين وتقدمها، ويلبي احتياجات المواطنين ويحل أي مشكلة تؤرق حياتهم أو تؤثر في معيشتهم. وأكد سموه أن ما تتميز به مملكة البحرين من انفتاح اجتماعي وتنوع ثقافي هو مصدر فخر، ويجب بذل المزيد للحفاظ على الروح البحرينية الأصيلة التي تتميز بالتعايش والترابط والتآخي والاجتهاد من أجل الوصول بالوطن إلى أعلى مراتب الإنجاز والتطور.